وهم بيحاولوا ان هم يجمعوا الغنم علشان يرجعوا لبيوتهم، بتظهر لهم بنت في حدود العشرينات غاية في الجمال ولابسة ابيض في ابيض، والغريب ان البنتين بس هم اللي بيكونوا قادرين يشوفوها. ظهورات مريم العذراء موضوع بيهم كل المسيحيين في كل العالم، وخصوصا الكاثوليك والارثوذكس. والعذراء عند كل منهم مش مجرد ام للمسيح، لا، هي في بعض الطوائف باهميته والشفاعة بتطلب منها. والغريب ان كتير من المسلمين وخصوصا في البلاد العربية بيطلبوا منها الشفاعة او بيتضرعوا لها. وباختصار، مريم العذراء هي أهم شخصية نسائية في التاريخ المسيحي أو الإسلامي على السواء. نقطة تانية مهمة بتخص مريم العذراء، وهي موضوع فيلمنا النهاردة. النقطة دي هي ظهور السيدة مريم لبعض الأشخاص أو في مناطق معينة. كان سبق وفي واحد من برامجنا في القناة اتكلمنا عن الظهورات المتكررة لمريم العذراء في مصر، وهل هي حقيقة ولا توهم. وفي مصر كان في ظهورات كتير جدا، اخرها كان حوالي من سنة، لكن دايما كانت بتتشاف من بعيد خصوصا فوق قمة الكنائس، وكأنها صورة ثابتة مش بتتحرك ولا بتتكلم، وقلنا وقتها انه كان في شك كبير. لكن في فيلمنا النهاردة هنتكلم ونحكي عن اشهر واغرب ظهور حصل في العصر الحديث، واللي بسببه اتحولت تماما حياة بطلة الفيلم. الفيلم النهاردة بيحكي قصة حقيقية، وبيناقش معانا هل فكرة الظهورات دي فكرة حقيقية ولا هي مجرد توهم في عقول الناس اللي بتشوفها. تعالوا نشوف. نبدأ بالكلام عن الفيلم. الفيلم انتاج برتغالي بمشاركة امريكية، وهو ناطق باللغة الانجليزية مش البرتغالية. ابطاله برتغاليين، اسبان، برازيليين وامريكان، لكن طبعا للبرتغاليين النصيب الاكبر. عن قصة وسيناريو للكاتبة والسيناريست الامريكية باربرا نيكولاسي، اللي من الواضح انها متخصصة في الكتابات الايمانية، وده واضح من الثلاث افلام اللي كتبتهم. اما الاخراج فهو للمخرج الايطالي ماركو بونتي كيرفو. الحقيقة ان انا ما كنتش اعرف اي حاجة عن المخرج قبل ما اتفرج عن الفيلم ده، بس كان مهم ان انا اراجع من الاي ام دي بي البيوغرافي بتاعه. هو كاتب وسيناريست ومخرج، بيشتغل من حوالي 25 سنة، عمل كل أنواع الأفلام، أفلام قصيرة، أفلام تسجيلية، أفلام طويلة، وحتى المسلسلات. لكن الغريب إن على مدار ال 25 سنة اللي اشتغلهم ما عملش غير 3 أفلام طويلة بس، منهم 2 عن قصص حقيقية، وواحد من الاتنين دول هو فيلمنا النهاردة. من أبطال الفيلم طبعا هتكلم معاكم عن ستيفاني جيل، الممثلة الأسبانية الشابة اللي عندها حوالي 16 سنة دلوقتي، واللي عملت دور البطولة في فيلمنا النهاردة، وجسدت دور الراهبة لوسيا في طفولتها. ستيفاني بتشتغل في التمثيل من 4 سنين، أغلب شغلها في المسلسلات، لكن كانت اشتركت في 4 أفلام قبل فاطمة. كان أهم أفلامها الفيلم الأمريكي تيرمينيتر دارك فيت، اما الباقي فكانوا كلهم في اسبانيا. ممثلة شاطرة، جذابة جدا على الرغم من صغر سنها، لكن من رأيي ان هي ما كانتش الاختيار الامثل لفيلمنا النهاردة، وان اختيارها كان خطأ كبير جدا، وده هشرحه لكم في اخر الحلقة. وفي اخر الحلقة برضو هحكي لكم كده سريعا قصة الاخت لوسيا او الراهبة لوسيا، واللي جسدت دورها في اغلب احداث الفيلم زي ما قلنا البطلة ستيفاني جيل. وعلى فكرة فيلمنا النهاردة ما كانش الفيلم الاول اللي حرق قصتها في المرحلة العمرية دي، اللي هي لما كان عندها يعني تقريبا 10 سنين، لكن كان في فيلم امريكي سبقه في سنة 1952 حكى تقريبا نفس كل التفاصيل، وكان اسمه The Miracle of Our Lady of Fatima. وعلى فكرة فاطمة مش اسم واحدة، فاطمة اسم القرية البرتغالية الصغيرة اللي بتدور فيها اغلب احداث الفيلم. ويلا بينا نبدأ نحكي الفيلم. بيبدأ فيلمنا ببعض المعلومات اللي بتوضح لنا زمن احداث الفيلم، وهو سنة 1917. الفترة دي زي ما كلنا عارفين كانت خلال الحرب العالمية الاولى، واللي بتشارك فيها البرتغال بس بره حدودها.
لكن على الرغم من كده ده بيتسبب في فقر وجوع شديد جدا جوه البلاد. بعد كده بيبدأ ياخدنا الفيلم المشهد غامض ومثير لبنت موجودة في كهف. البنت بتكون بترسم على الحيطة ومعاها بعض الخراف اللي بترعاهم. بتتفاجأ بظهور بنت تانية جوه الكهف أكبر منها سنا، واللي بدورها بتحاول تطمنها وما تخليهاش تحس بخوف. ولما بطلتنا واللي لسه ما نعرفش اسمها لحد دلوقتي بتسأل البنت التانية اللي ظهرت جوه الكهف انت مين؟ بترد عليها وبتقول لها انها ملاك السلام، ملاك البرتغال. بتبدأ بطلتنا تطمن شوية، فبتقوم البنت اللي ظهرت دي او الملاك بتحول حيطان الكهف لشاشة عرض زي اللي موجودة في السينما بالظبط. الشاشة دي بتعرض الحرب اللي دايرة، وبتقول البنت الملاك للبنت التانية ان البشر مش عايزين يوقفوا الحروب. ومن خلال الحيطة اللي تحولت لشاشة عرض بتشوف البنت البطلة مشاهد من الحرب، وخلال المشاهد دي بتشوف شخص بيحارب هي عارفاه وبيكون اسمه مانويل. الشخص ده وهو بيحارب بيتصاب، فبتبدأ تعيط وتطلب الصلاة، وبالفعل بتصلي ورا الملاك اللي ظهر لها. بينقلنا الفيلم عن طريق مشاهد متصورة بدرون، نقلة ناعمة جدا، مع تترات الفيلم لبلدة كويمبرا في البرتغال سنة 1989، وشخص كبير في السن نوعا ما اسمه نيكولاس رايح يقابل الأخت لوسيا في المقر بتاعها. بيتقابل الاتنين وبيكون ما بينهم حاجز زي المشروبية كده، وبيبدأ ما بينهم حوار مهم جدا. الحوار ده بيستمر على مدار الفيلم كله. بنفهم من بداية الحوار ان نيكولاس كاتب ورايح يقابل الاخت لوسيا علشان كتابه الجديد، وان من الواضح ان في خلاف جذري ما بينهم في وجهات النظر. وبسؤاله ليه انت شايفة ان اللي حصل ليكي ما حصلش لأي شخص تاني، بنفهم من ردها انها شايفة انها كلفت برسالة من شخص ما، سيدة بنشر السلام، وان ندمها الوحيد انها ما قدرتش تعمل كفاية علشان تسعد امها. وهنا بيفاجئها نيكولاس بسؤاله، اي ام فيهم؟ هل هي العذراء؟ ومع السؤال ده بتبدأ الاحداث الفعلية للفيلم. بتبدأ الاحداث بعمدة قرية فاطمة واقف في الساحة الرئيسية للقرية، ومعاه ورقة بيقرأ منها للناس المتجمعين حواليه اسماء اولادهم واخواتهم وقرايبهم، سواء اللي ماتوا او اللي اختفوا في الحرب. وكان من بينهم البنت الصغيرة اللي شفناها اول الفيلم، واللي بنعرف انها الاخت لوسيا وهي صغيرة، ووالدتها. الاتنين راحوا علشان يطمنوا على اخو لوسيا مانويل اللي شفناه في بداية الفيلم على حيطة الكهف. وكالعادة فكرة ان انت ما تسمعش اسم الشخص والعمدة بينادي عليه بيدي نوع من الاطمئنان ولو مؤقت. وبنشوف من بين الناس البنت الملاك بتطبطب على كل واحدة بتسمع خبر مش حلو، وبتتقابل عينيها في عيون لوسيا. بنبدأ نتعرف شوية بشوية على أسرة لوسيا وحياتها. والدها فلاح وهي بترعى الغنم، ووالدة لوسيا ست بيت ومسيحية متشددة. أقرب أصحابها هم أولاد عمها الأصغر منها فرانشيسكو وجاسينتا. فمرة من المرات وثلاث أولاد واقفين في الحقول الواسعة أثناء ما كانت لوسيا بترعى الغنم، بدأوا يصلوا صلاة كده على قدهم وبيدعوا لمريم العذراء. صدى الصوت كان بيجلجل في كل المكان، بيضرب البرق السماء، وهم بيحاولوا ان هم يجمعوا الغنم علشان يرجعوا لبيوتهم، بتظهر لهم بنت في حدود العشرينات غاية في الجمال ولبسة أبيض في أبيض. والغريب ان البنتين بس هما اللي بيكونوا قادرين يشوفوها. فرانشيسكو ما بيكونش شايفها، لكن بعد شوية بنلاقي ان فرانشيسكو قدر يشوفها لكن ما بيكونش سمعها. والبنتين بيقولوا له هي قالت ايه. هي عرفتهم انها جاية من السماء، وطلبت منهم انهم يجولها في نفس المكان في نفس اليوم من كل شهر لمدة 5 مرات متتالية، وانهم لازم يصلوا يوميا علشان يسود السلام العالم وتنتهي الحرب. وزي ما ظهرت فجأة بتختفي فجأة، وهي سايبة الثلاث اولاد في حيرة. وبيكون السؤال المهم، هل هيحكوا لأهلهم ولا هيفضل الموضوع سر ما بينهم؟ طبعا بيتفقوا ان الموضوع هيفضل سر ما بينهم، لكن جاسينتا اصغر واحدة فيهم
ما بتعرفش تمسك لسانها وبتروح تحكي للأسرتين. بيبدأ الفيلم مرحلة تانية وهي مرحلة رد الفعل الأول للأسرتين. طبعاً كان مفيش أي تصديق وخصوصاً من طرف الأمهات. الأبهات كانوا ما بين البنين، يعني اللي هو يمكن ويمكن. وهنا بترجع الأم لقصة البنت الملاك اللي شافتها لوسيا وقصة مانويل اللي شافته على حيطة الكهف علشان تأكد إنها بتشوف هلاوس. لكن المرة دي كانوا ثلاثة، ولما سألت الأم هل اللي انتوا شفتوها دي قالت إنها مريم العذراء، كانت إجابة لوسيا إنها قالت بس إن هي جاية من السماء. مع ذلك كان إصرار الأولاد وخصوصا لوسيا على إن أيوة هي دي مريم العذراء. البابا بقى في كنيسة القرية الصغيرة واللي حكت له لوسيا على اللي شافوه بيبدأ يحاول يقنعها بس بشكل مختلف تاني. هو بيقول لها ان ممكن فعلا ما يكونش بيتهيأ لها، لكن ده من عمل الشيطان اللي عايز يلعب بعقلها، وان ممكن يتجسد في اي شكل، وبيطلب من والدتها انها ما تروحش المكان ده تاني، لا هي ولا الاولاد التانيين. كلام البابا بيأثر في نفسية لوسيا واللي فعلا بتبدأ تصدق ان ده ممكن يكون من عمل الشيطان. طيب هل يا ترى اللي شافوه تلات اولاد كان حقيقي؟ وليه فرانشيسكو ما كانش سمعها زي البنتين التانيين؟ وهل هي فعلا مريم العذراء؟ وهل هتيجي في الخمس مواعيد اللي اتفقوا عليها؟ ويا ترى ايه رد فعل اهل القرية والعمدة لما الكلام انتشر؟ وايه اللي هيحصل لما اهل القرية والقرى المجاورة يطلبوا معجزة علشان يصدقوا كلام الاولاد التلاتة؟ وكمان ايه هي نهاية الحوار اللي شفناه اول الفيلم بين نيكولاس الكاتب والراهبة لوسيا بعد 72 سنة من الحدث الغريب لظهور العذراء ليها؟ وايه هيكون مصير فرانشيسكو وجاسينتا؟ كل الاسئلة الكتير دي جاوبت عنها باقي احداث الفيلم، اللي كالعادة هقف معاكم في الحكي عند النقطة دي علشان نبدأ نحلله كفيلم واسيب لكم الفرصة ان انتوا تتفرجوا عليه. في البداية قبل ما نبدأ نحلل الفيلم خلوني احكي لكم جزء من قصة الاخت لوسيا الاصلية من غير ما نحرق احداث الفيلم. هناخد القصة من الموسوعة البريطانية، اشهر واهم موسوعة في العالم. اتولدت لوسيا دي سانتوس سنة 1907، وفي سنة 1917 وهي عندها 10 سنين اعلنت مع اولاد عمها الاثنين فرانشيسكو 9 سنين وجاسينتا 7 سنين انهم شافوا مريم العذراء في قريتهم فاطمة في البرتغال، واللي اصبحت واحدة من اهم واشهر المزارات المريمية في العالم. الكلام ده كان في 13 مايو 1917 أثناء الحرب العالمية الأولى، وتلاه خمس ظهورات تانية في يوم 13 من كل الأشهر اللي بعد كده ما عدا شهر أغسطس واللي كانت يوم 19، وكان حتى المكان مختلف، وده بسبب أن العمدة والسلطات حبسوهم في الفترة دي لأن كلامهم عمل حالة من البلبلة في البلد كلها، ووقتها اتحقق معاهم، وكان اخر ظهور يوم 13 اكتوبر 1917. نبؤتين مهمين حسب كلام الاخت لوسيا قالتهم لها العذراء لوحدها، واحدة عنها وواحدة عن اولاد عمها اللي كانوا معاها. والغريب ان الاتنين اتحققوا، خصوصا النبوءة الاغرب الخاصة بفرانشيسكو وجاسينتا. الكنيسة الرومانية الكاثوليكية حققت معاهم بشكل متكرر بداية من سنة 1922، يعني بعد خمس سنين من الأحداث، وفي 13 أكتوبر 1930 يعني نفس يوم آخر ظهور تم الاعتراف بالحدث وتكريمها. في سنة 1948 دخلت لوسيا رهبانية الكرماليين في كويمبرا في البرتغال، وفي الذكرى الخمسين للظهور الأول 13 مايو 1967 كانت لوسيا في نفس المكان مع البابا بوليس السادس ومعاهم حوالي مليون حاج أو زائر للمكان. وماتت الأخت لوسيا سنة 2005، والغريب أنه برضو كان يوم 13 بس 13 فبراير. نرجع بقى بعد ما استعرضنا القصة الحقيقية للأخت لوسيا لمناقشة الفيلم. وعلى فكرة مش معنى ان احنا قلنا ان تم ست ظهورات لمريم العذراء بالنسبة للأخت لوسيا فده معناه ان الحدث ده حقيقي،
وهو ده اللي بيناقشه الفيلم اللي كان بيدور في زمنين ما بينهم 72 سنة. الأول زمن الأحداث، وخصوصا الست أشهر اللي حصلت فيهم الأحداث، والتاني اللقاء اللي كان ما بين نيكولاس الكاتب والأخت لوسيا في مقرها. وفي اللقاء ده زي ما بنشوف نيكولاس كان بيمثل وجهة النظر التانية، وجهة النظر اللي مش مصدقة ان القصة دي حقيقية، واللي بيقول انها ممكن تكون مجرد خيال اطفال، خصوصا ان القصة الغريبة دي ما تكررتش مع اي حد تاني في التاريخ. اول نقد للفيلم من وجهة نظري كان اختيار البطلة ستيفاني جيل. ستيفاني وقت الفيلم كان عندها 15 سنة، وفي القصة هي المفروض عندها 10 سنين، وعلى فكرة دي كانت نفس الغلطة اللي وقع فيها الفيلم الاول سنة 1952. بالنسبة لاختيار الممثلين لأدوار فرانشيسكو جاسانتا كان مناسب جدا في العمر، لكن ستيفاني كان واضح جدا انها كبيرة عنهم، ومع طولها المميز كان واضح انها بعيدة جدا عن الشخصية من الناحية العمرية، وضيف لكده الناحية الشكلية لان المخرج تعمد انه يختار بنت شكلها جذاب، وده قلناه في اول الحلقة، وطويلة علشان تشد المشاهدين. والحقيقة ان كل ده كان عكس شكل الاخت لوسيا تماما في الوقت ده، واعتقد انتوا شايفين معايا الفرق في الصور. الفيلم في سرده للاحداث مشي بشكل كلاسيكي، وده مش غلط خالص في النوع ده من الافلام، ما كانش ممل وما فيهوش تطويل خالص، النقلة كانت حلوة بين الزمنين، وكمان عرف يوصل لنا وجهتين النظر بشكل راقي جدا. التصوير اميز ما في الفيلم بجد، من غير اختراع الدرون كانت افلام كتير فقدت كتير من قوة عنصر التصوير، واستخدام الدرون في الفيلم دايما كان في محله، ما كانش ابدا مجرد استعراض، وحقيقي كان واحد من العناصر الرئيسية لنقل الحدث. التصوير بشكل عام كان رائع وهادي في اغلب الاحيان، الاضاءة كانت حلوة جدا جوه البيوت اللي في الوقت ده ما كانش دخلها لسه اي كهرباء، وان كانت بتكون ضلمة احيانا وسيئة في بعض المشاهد زي مثلا المشهد بتاع الكهف. مشهد الكهف نفسه كان اختياره ذكي جدا كبداية للفيلم، بدل ما يبدأ بداية تقليدية بمشهد الكاتب، وده كان علشان يمهد لنا من الاول فكرة قدرات لوسيا الخاصة، وكمان يوضح لنا باختصار وبدون تطويل الحرب اللي كانت دايرة وتأثيرها. والمشهد بان في الفيلم كأن البنت الملاك بتمهد للوسيا اللقاء الأكبر مع مريم العذراء نفسها. العناصر التمثيلية كانت رائعة، لكن أغلب الأدوار كانت أدوار صغيرة، لكن واضح من خلالها قوة الممثلين اللي كانوا من أكتر من 5 دول، ده غير أن المخرج من بلد تانية أساسا. فالحقيقة أن أنا أقدر أقول أن الفيلم له صبغة عالمية، يمكن أكتر كمان من فيلم الرجل الذي باع ظهره. في النهاية فالأعمال اللي بتتكلم عن قصص حقيقية وشخصيات الناس ممكن تكون عايشتها أو شافتها هي دايما بتحط نفسها تحت المنظار، خصوصا ان القصة نفسها سبق واتعملت في فيلم تاني من 68 سنة. الفيلم المرة دي كان لازم يقدم حاجة جديدة، والجديد اللي الفيلم قدمه هو التطور في التصوير وجودة الصورة، وفيما عدا غلطة اختيار البطلة، والحقيقة انها مش غلطة بسيطة خالص، قدر المخرج ان هو يقدم لنا فيلم مثير وفيلم حلو جدا هادي. مش بس كده، ده حتى الاطفال ممكن يستمتعوا بيه، ونقل القصة بامانة شديدة ووجهات النظر بامانة اكبر.